في عناوين هذه النشرة: قدرة المستشفيات الاستيعابية بلغت ذروتها وتهافت المواطنين لإجراء فحوص البي سي آر. لجنة كورونا اجتمعت وخوري هناك احتمال لإقفال البلد بشكل جدي أكبر من السابق. الراعي يجدد حركته باتجاه حل العقد الحكومية، فهل ينجح هذه المرة؟ الثانية والربع بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر الموقع otv.com.lb ومن خلال صفحاتنا عبر فيسبوك وتويتر. على مقربة أيام من انتهاء فترة الأعياد ومع ارتفاع غير مسبوق في أرقام كورونا، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية وليد خوري تحدث عبر OTV عن الخيارات المتاحة، ومنها أقفال البلاد بشكل أكثر تشددا، معرجا على كل ما يقال حول لقاح فايزر. نحن طبعا منتظرين ازدياد جدا قوي بالاعداد، خاصه بعد فتره الاعياد الناس خلت بعضها مثل ما كلنا شفنا. مرحله صعبه رح تصير عنا بعد جمعه او جمعتين، اكثر بكثير من اللي عم نشوفه هلا، يلي هو هلا وضع خطير انه المستشفيات كلها صارت تقريبا مليانه. عم نحكي على 95% من الأسرة بكل لبنان تقريبا مأخودة، خاصة بالعناية الفائقة اللي هي أخطر شيء. تتوقع وصول الأرقام في الأسبوع أو الأسابيع المقبلة لرقم 5000 يوميا الإصابات؟ أكيد ما بقى في شيء يقدر يوقفه إلا بالفعل التزام المواطنين بشكل صارم بكل التدابير اللي كنا حكينا، ويمكن عم بقول احتمال تسكير البلد، بس مش تسكير مثل ما عملناه من جمعتين ثلاثة. تسكير بالفعل هالمرة حيكون كتير جدي مثل ما شفنا بباريس. اللقاح شو وضعه؟ قيل كتير انه نحن ناطرين كلمة من امريكا او بعض التعديلات على العقد على اساس انه يتوقع الاسبوع الماضي. ما في عقد توقع مع فايزر؟ رح يصير في لقاح باول جمعة من شباط على الاكيد، لانه فايزر متعاونين جدا، وشغلة بسيطة جدا اللي طالبينها كتعديل، منه شيء كبير يعني، وما في اي اشكالية بالنسبة للامور القانونية يعني معهم. هن طالبين بس اذا بدك يعني حمايه، انه في حال صار شيء مع حدا ما يطالون قضائيا. طيب هيدا شيء وكانه بنعطي انطباع للبنانيين انه اللقاح عنده عوارض وممكن يؤدي الى وفاه، ما بعرف يعني في عالم خايف. لا لا لا. لا معهم حق يخافوا، بس نحن عندنا نوعا ما حظ اذا بدك، انه ما رح يجي اللقاح قبل شباط بهالفتره. بتعرفي بامريكا امبارح صار في 2 مليون شخص اخذوا اللقاح فايزر تحديدا، وبالعالم كله عم بياخذوه، وهون ما عم نشوف بعد لحديت هلا يعني عوارض جانبيه خطيره. كان دغري بين، بتعرفي الاعلام الغربي يعني دغري ببينها، لحديت هلا ما صار شيء. عندنا شهرين نحن تنعرف شو وضع العقار، مع انه اندرس كثير، وامبارح اخذ موافقه منظمه الصحه العالميه كلقاح فايزر، وهذا شيء كثير مهم. دكتور، حضرتك مستشار لرئيس الجمهوريه، انت نصحته بانه ياخذ اللقاح فور وصوله؟ لا ما نصحته، هو دغري بس حكينا بالموضوع دغري، قال لي انا بدي اخذ يعني عادي. ومع انه طلع كثير بالاعلام اشياء صح انه ما حياخذ مضحكه، بس بالفعل انا اجاني كثير اتصالات من وراها القضيه. انا صراحه رح سالته، قلت له فخامه الرئيس انت قايل هالكلام؟ قال ابدا ابدا ابدا، بالعكس هو بده ياخذ اللقاح بدون اي اشكاليه، قدام وزير الصحه حكى كم يعني اللقاح صار. نعم. اقترحت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، ونظرا لاستفحال الإصابات بوباء كورونا بأرقام غير مسبوقة، وبالنظر لتقاطع معلومات طبية من جهات متعددة تفيد بوضع كارثي في معظم مستشفيات العاصمة وبقية المحافظات، حيث زادت نسبة الإشغال عن 95% ولما تزل في تزايد مضطرد، وبعد اجتماع افتراضي لأعضاء اللجنة فيما بينهم الإقفال لمدة 3 أسابيع، ريثما
يتم تدارك الوضع ولو بأي طريقة للحد من ارتفاع الإصابات، وبما يفسح المجال في التقاط الأنفاس من جانب القطاع الصحي وتحديدا قطاع المستشفيات الذي ينوء بحمله سواء على صعيد طاقمه الطبي والتمريضي أو في استقبال المصابين وكذلك الأطباء الذين يواجهون بقصمهم وبمسمعهم الوباء المستفحل. وأضافت لجنة الصحة النيابية أنه مع عمق استشعارها لما يخلفه الإقفال من تراجع إضافي على الصعيد الاقتصادي في ظل البطالة المستفحلة، ترى أن ذلك يصبح مبررا أمام الحالة المرعبة في ارتفاع أرقام المصابين بالوباء وفي نسبة الإشغال المرتفعة في كافة المستشفيات. ومع تزايد أرقام الإصابات بكورونا وبعد انقضاء ليلة رأس السنة ومع الحديث عن بدء مرحلة التفشي المجتمعي، تهافت المواطنون إلى إجراء فحوصات PCR. فشهد مدخل مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل زحمة سير خانقة، مما أدى إلى إقفال الطريق العام بشكل كلي. هذا وأعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن يوم أمس أن تسعيرة فحوصات PCR ستصبح 100,000 ليرة لبنانية بدءا من الاثنين المقبل في المستشفيات الحكومية، علما أن بعض المستشفيات وبحسب المعلومات توقف اليوم عن إجراء فحوص PCR نظرا لتخطي القدرة الاستيعابية. سياسيا، ماذا ستفعل بكركي على خط ملف التأليف؟ وهل من تدخل مرتقب في الساعات المقبلة؟ مستشار البطريرك الراعي سجعان أزي يجيب في اتصال مع حوار اليوم من OTV. البطريرك بجهوده ما عم بيحاول يلتف على جهود رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، إنما جهوده هي بتساعد الرئيس الجمهورية والرئيس المكلف لتأليف الحكومة. بالتالي مثل ما بتعرف ونعرف كلنا إنه الأزمة بلبنان منا زاد جوهر داخلي، إنما زاد مظهر داخلي وجوهرة خارجي. لابد لغبطة البطريرك انه ما يخلي باب ممكن يؤدي الى انقاذ لبنان وتأليف الحكومة ما يطرأ، خاصة على صعيد القيادات الداخلية والقوى الصديقة للبنان بالخارج. انه البطريرك بيحاول يتقصى الفرص المتاحة لإجراء لتوفير ظروف أفضل لتأليف الحكومة، ولكن هالاتصالات اللي بده يعملها غبطة البطريرك أو التحركات اللي ممكن يقوم فيها إن كان على الصعيد الداخلي أو الصعيد الخارجي هي لدعم جهود رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لتأليف حكومة. يعني اتصالاته قد تشمل المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين؟ هن عم يتصلوا فيه يعني بالحقيقة. من إيران وأمريكا تنينتو؟ إيران من أسبوعين كان في وفد من السفارة الإيرانية زار غبطة البطريرك، وأكثر من هيك وجه له دعوة لزيارة إيران. طبعا الوقت اليوم غير مناسب، ولكن هيدا دليل على أنه الصرح البطريركي منفتح ومفتوح بذات الوقت على كل القوى والأطراف. نشر أو تسربت بعض المعلومات أنه بعض المستشارين حول البطريرك الراعي، ما بعرف إذا قاصدين حضرتك مع المستشارين، هن اللي نصحوا البطريرك الراعي يحط المشكلة عند حزب الله وبعزته بفتكر من أسبوع صوب على الحليف. إذا كان في مستشارين سيئين فبالتأكيد منهم حد البطريرك. شكرا. غردت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم عبر حسابها على تويتر بالقول: رصاص طايش أو أيادي طايشة، ما في فرق، النتيجة وحدة. طلبت من النيابة العامة ملاحقة الفاعلين، وإذا توسط أي سياسي طايش لحماية المرتكبين لازم يتلاحق كمان، ممنوع ترك شعبنا لحكم القدر. النشرة مستمرة بعد الفاصل. صفحة 2020 تطوى بكل نكباتها، لكن تداعياتها لن تفارق 2021 في الاقتصاد والمال، كذلك في السياسة وفي ملف النفط والغاز. فهل تظهر في العام 2021 نهاية نفق 2020؟ ننسي صعب.
إذا اختصر العام 2020 بعام كورونا عالميا، فهو لبنانيا عام تفجر أزمات نظام سياسي يطفو عقمه يوما بعد يوم، وعام أزمات مالية نقدية أفرزها نفس النظام، كما عام مأساة طالت كل لبنان. 17 تشرين الأول 2019 طبع كل تفصيل من العام 2020 الذي انطلق بأزمات متتالية، كان عاما حكوميا بامتياز، حكومة أصيلة واحدة وثلاثة أسماء رؤساء. وحده حسان دياب المكلف نهاية 2019 نجح بترجمة تكليفه حكومة في 20 كانون الثاني 2020، حملت برنامج عمل ثقيلا ومثقلا على عكس تكليف فشل وأفشل لمصطفى أديب وتكليف يترنح لسعد الحريري. انتفاضتان ماليتان قامت بهما حكومة حسان دياب على سياسة قامت على الرعي وتعويم القطاع المصرفي والخدماتي، وانتهت إلى أزمة هي الأعمق والأخطر في تاريخ لبنان، فالدولار فئتان مسجون وسياسي، والليرة في تضخم غير مسبوق. أولى الانتفاضات سجلتها حكومة دياب في 24 نيسان بإعلانها تعليق دفع مستحقات لبنان من اليوروبوند. الخسائر المتراكمة في مصرف لبنان تتسارع وتيرتها، وقد ارتفعت 7 مليار دولار منذ بداية هذا العام، فالأرقام تكشف خروج 5.7 مليار دولار من الودائع من المصارف اللبنانية خلال كانون الثاني وشباط من هذه السنة. والانتفاضة الثانية هي الأهم، ستحدد مسارا ماليا واقتصاديا وربما سياسيا في العام 2021، هو التدقيق الجنائي الذي أقرته الحكومة في 23 أذار والذي ضغط لإقراره رئيس الجمهورية وهو المطالب به منذ عقدين من الزمن. تجاوز التدقيق الجنائي معوقات التذرع بالسرية المصرفية بإقرار قانون تعليق أحكام قانون السرية سنة واحدة، كما معوق انسحاب ألفاريز أند مارسل بإعادة التواصل مع الشركة تمهيدا لعودتها على أن تكون الانطلاقة الفعلية للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وكل الإدارات والمؤسسات خلال الأسابيع الأولى من 2021. إن صمت أي مسؤول وعدم تعاونه بمعرض التدقيق الجنائي إنما يدلان على أنه شريك في الهدر والفساد، فهذه التجربة إذا قدر لها النجاح ستنسحب على الوزارات والمجالس والصناديق والهيئات واللجان والشركات المختلطة كافة من دون استثناء، وسوف تسمح بتحديد المسؤوليات وانطلاق الإصلاحات اللازمة وصولا إلى إزاحة الفاسدين، فمن يجرؤ على توقيفها؟ الشارع انقسم شارعين، شارع المطالب المحقة والمشروعة والجامعة بمكافحة الفساد وضربه، وشارع العناوين السياسية المنادية بالتوطين المتخفي بصرخة اللاجئين جوا والتي قاربت الحرب الأهلية في 6 حزيران تحت عنوان السلاح، وما بينهما تضخم مستمر وودائع مسجونة لدى المصارف وجنون أسعار قبل أن تحل الكارثة في 4 آب. جاء انفجار مرفأ بيروت ليفاقم أزمات لبنان أزمة وخسائره خسائر بشرية ومالية ضخمة، لكن معه عادت دول عربية وغربية كانت انكفأت عن لبنان لأشهر، وانطلقت رحلة المبادرة الفرنسية لحل يبدأ بالسياسة ويركز على الاقتصاد عبر الإصلاحات. لكن أول ما سقط كانت حكومة حسان دياب، كان كلام رجل عن طرح انتخابات نيابية مبكرة تذكرة عبور حكومته من الحكومة كاملة الأوصاف إلى حكومة تصريف الأعمال. طارت حكومة دياب وحطت على بساط البحث مبادرة إيمانويل ماكرون التي لم تسلم من الشظايا اللبنانية، فسقطت محاولة مصطفى أديب قبل أن تسقط ثورة 17 تشرين مع إعادة تكليف سعد الحريري الذي كانت أسقطته قبل عام. الحريري فشل حتى اليوم بإخراج تشكيلة حكومية توازن بين توزيع الحقائب والتمثيل الطائفي باحترام الدستور والتزام المعايير الواحدة. هنا يقال أن 20 كانون الثاني المقبل قد يكون مفتاح الانفراجات، خصوصا أن لبنان ليس جزيرة معزولة عن محيطه. وعلى رغم كل نكباته ظهرت في نفق 2020 بقعة ضوء. في شباط الماضي بدأ أول حفر لأول بئر نفطية في البلوك 4 قبل أن يقفل بإعطاء مؤشرات إيجابية إلى وجود ثروة غازية، وإن كان الرئيس عون قد ألمح إلى ما هو أكثر من مؤشر. والغاز موجود بالحوض الرابع، ولكن بعدين بتنعرف الظروف السياسية يلي وقفت استخراجه. هذا بانتظار ما سينتهي إليه ملف التفاوض غير المباشر مع العدو الإسرائيلي بوساطة أمريكية ورعاية أممية. صحيح أن الوساطة الأمريكية مستمرة، لكن المفاوضات معلقة،
خصوصا أن لبنان مصمم على عدم التنازل عن أي شبر بحري أو بري، فخط الرئيس عون أعاد خلط أوراق العدو وكل حساباته، مظهرا حق لبنان بما يقارب 2290 كيلومتر مربع. إنها صور مؤثرة من عام مضى، بينها الأزماتي كما الإيجابي، فهل تكون 2021 سنة انفراجات مالية تنطلق من عناوين التدقيق الجنائي، واقتصادية تتكلل بتنقيب عن النفط والغاز في البحر اللبناني، وانفراجات سياسية لا تنتهي بتشكيل حكومة بل تبدأ بإعادة النظر بالنظام السياسي برمته؟ أخبار إقليمية ودولية بعد الفاصل. في الأخبار الإقليمية والدولية، الكونغرس يصوت بغالبية لصالح أبطال فيتو دونالد ترامب. صوت الكونغرس الأمريكي بغالبية كبيرة لصالح أبطال الفيتو الذي استخدمه دونالد ترامب ضد أقرار موازنة الدفاع، موجها صفعة غير مسبوقة للرئيس الأمريكي. وأقر مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون بأكثر من ثلثي أعضائه الموازنة المذكورة البالغة 740 مليار دولار على الرغم من اعتراضات الرئيس. وكان مجلس النواب ذو الغالبية الديمقراطية قام بالخطوة نفسها الاثنين، وانضم معظم النواب الجمهوريين إلى زملائهم الديمقراطيين في تحدي لترامب قبيل انتهاء ولايته بعدما تباهى طويلا بأنه يحظى بدعمهم. وعلى مدى 4 أعوام في البيت الأبيض، استخدم ترامب حقه في الفيتو 9 مرات ضد قوانين أقرها المجلسان، وهي المرة الأولى التي ينجح فيها الكونغرس بتأمين غالبية الثلثين الضرورية لتجاوز الفيتو. ويأتي ذلك بعدما ازداد عدد النواب الجمهوريين الذين أقروا بهزيمته في انتخابات الثالث من الثاني الرئاسية، في حين يصر على رفض ذلك. وكان ترامب قد ندد بداية الأسبوع بما اعتبره قيادة جمهورية ضعيفة ومتعبة، لكن زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل مضى في المواجهة داعيا أعضاء حزبه إلى التصويت على موازنة الدفاع للعام 2021، وقال في مستهل المناقشات: المطلوب التأكيد أننا لا نزال في السباق في مواجهة منافسين مثل روسيا والصين. وأضاف: إنها أيضا مناسبة لتذكير جنودنا وعائلاتهم بأنهم يحظون بدعمنا. وبعد مفاوضات طويلة في شأنه، لاحظ القانون خصوصا زيادة بنسبة 3% لرواتب الطواقم الدفاعية. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن أحضان إيران مفتوحة إذا أرادت السعودية العودة إلى المسار الصحيح، مؤكدا أن سياسات بلاده تجاه السعودية ثابتة وواضحة. وأكد المتحدث أن طهران ردت على أي رسالة سلمتها من السعودية من دون تأخير، وقال: علاقاتنا مع السعودية وبعض دول المنطقة ستبقى تعاني من مشكلات طالما بقيت هذه الدول تعتقد أنه يمكنها شراء السلاح بمليارات الدولارات ضمان أمنها، مضيفا أن على السعودية التوقف بشكل عاجل عن ارتكاب الأخطاء الاستراتيجية وانتهاج السياسات الخاطئة وإنهاء حرب اليمن وحصار قطر والتدخل في شؤون دول الجوار. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن على السعودية إيقاف أنشطة السلفيين والوهابيين على أرضها وألا تضع مواردها المالية في يد المتطرفين. واعتبر خطيب زادة أن المسار الصحيح هو مسار التعاون الإقليمي وليس شراء الأمن من القوات التي هي مصدر زعزعة الأمن في المنطقة. في ذكرى السنوية الأولى لاغتيال قاسم سليماني، إيران تخطط لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، أما الهدف فيبقى الضغط على الغرب للوفاء بالتزاماته. أعلنت إيران أنها تخطط لتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20% في منشأة فوردو النووية في أقرب وقت ممكن، لتدفع برنامجها أقرب نحو مستويات صنع الأسلحة مع زيادة الضغط على الغرب بشأن الاتفاق النووي المتعثر. وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة في الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس دونالد ترامب الذي انسحب من جانب واحد من اتفاق طهران النووي عام 2018، وأدى ذلك إلى سلسلة متصاعدة من الحوادث التي توجت بضربة جوية أمريكية استهدفت قائدا عسكريا إيرانيا بارزا في بغداد قبل عام، وهو قاسم سليماني. وتحل ذكرى الضربة الأحد، حيث يشعر المسؤولون الأمريكيون بالقلق الآن من انتقام محتمل من قبل إيران. وكاد قرار إيران بالبدء في تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% قبل عقد من الزمن أن يؤدي إلى توجيه ضربة إسرائيلية لمنشآت
منشآتها النووية، وهي توترات لم تهدأ إلا باتفاق 2015 النووي. وقد يؤدي استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% إلى عودة سياسة حافة الهاوية هذه. حتى علي أكبر صالحي الرئيس الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية قدم تشبيها عسكريا لوصف استعداد وكالته لاتخاذ الخطوة التالية. وقال صالحي للتلفزيون الإيراني: نحن مثل الجنود وأصابعنا على الزناد، القائد يجب أن يأمر ونطلق النار، نحن جاهزون لذلك وسننتج 20% يورانيوم مخصب في أسرع وقت ممكن. والقرار يأتي بعد أن أقر البرلمان مشروع قانون وافقت عليه لاحقا هيئة رقابة دستورية يهدف إلى زيادة التخصيب للضغط على أوروبا لتخفيف العقوبات، كما أنه بمثابة ورقة ضغط قبل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن الذي قال إنه مستعد لإعادة الدخول في الاتفاق النووي. نهاية النشرة، ولكن للمزيد تابعوا ألو تي في دوما عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي انستغرام، فيسبوك، تويتر وموقع otv.com.lb. إلى اللقاء.